حياكم الله مشاهدينا من جديد. الحين موعدنا وموعد العناية بصحتنا عن طريق الرياضة. كثيرا ما نرى الكرات والطبات في صالات التدريب الرياضي، ولكن ليس الجميع عند دراية كاملة بأهمية هذه الطبات وفوائدها. هذا التقرير رح يبين لنا فوائدها وأهميتها. نتابع. كثير منا بيشوف هالطابة الكبيرة أو السويس بول ما بيعرف لشو ما نستعملها. اليوم رح نعمل ثلاث حركات فينا نستعمل فيها سويس بول ونقوي عضلاتنا فيها. اليوم أول حركة حناخدها هي سكوات على الميدسن بول. اللي حنعمله حنحط الطاولة بنص الظهر، حأنزل أنا ومحافظ على جسمي جالس، وبنزل لحتى أصير ركبتي ما فخدي 90 درجة، وبرجع بطلع أنا ومحافظ على جسمي جالس، صدري مفتوح ورأسي لفوق. الحركة الثانية اللي حناخدها اليوم هي حركة الفلاي أو الصدر على الماتسن بول. هالحركة بتقوي عضلات الصدر، المعدة وعضلات الجلوتس، لأنه حنكون حاطين تقلنا على كتافنا بس وعم نعمل حركة الصدر على الماتسن بول. أما الحركة الثالثة هي لتقوية عضلات المعدة، الظهر، الجلوتس والهامسترينج. حيكونوا إجرايا مهدئين على الطابة من كعب الإجر، حيكون جسمنا مهدى من كعب إجرينا بالماتسن بول وكتافها مهدئين على الأرض، وباقي جسم كلياته بالهواء. بدنا نرجع إجرينا ونرجع نقربهم لقدام بشكل ضلني محافظ على جسمي جالس بدون ما ينزل يدق بالأرض. بالنهاية ما تنسوا تنتبهوا منيح أنتوا عم تستعملوا طابة السويس بول وتكونوا تحت إشراف مدرب مختص. طبعا مشاهدينا بننتقل الحين من الرياضة إلى الجمال، ومثل ما تعرفون المرأة السعودية معروفة باهتمامها بأناقة عبايتها وتميزها بتصاميمها الأنيقة. ضيفتنا في جدة مصممة أزياء عندها مجموعة أكثر من رائعة من العبايات بتورينا إياها اليوم مع زميلتي خلود في جدة. إليك يا خلود. شكرا لك يا هدى. إذا مشاهدي الكرام زي ما تفضلت زميلتي هدى، فعلا احنا فقرتنا حتكون عن الازياء او تحديدا عالم العبايات. مشاهدينا، من تخصص نظم المعلومات الى عالم الموضه والعبايات تحديدا، هذه الرحله كانت رحله ضيفتنا بالاستوديو المصممه، مصممه العبايات طبعا الاستاذه ميسون ممدوح، اللي اتجهت الى العبايات بعد تاثرها بالثقافه السعوديه وتحديدا العبايات. احنا حابين نتعرف على مجموعتها الجديده وعن تخصصها اللي هو تخصص او اتجاهها الاخير اتجاه العبايات، ونرحب فيها في الاستوديو. اهلا وسهلا فيك استاذه ميسون. اهلا فيك. اهلا فيك. شكرا لاستضافتك. العفو منك. بدايه انت اساسا مهندسه نظم معلومات. تمام. ايش اللي خلاكي تتجهي وتغير الاتجاه 1000 درجه تروحي الى العبايات والتصميم؟ بحكم وجودي بالمملكة العربية السعودية أدركت أن العباية جزء من الكالتشر السعودي، وأن الطلب عليها طبعا لا ينتهي وشديد يعني الطلب عليها، فحبيت أني أختص بشيء بالتصميم اللي هو عندي يا موهبة من أنا طفلة يعني، يكون عليه طلب دائم يعني ما متأثر لا بمواسم ولا بفصول. يعني الابتكار الجميل للعباية يفرض نفسه في أي موسم وفي أي فصل، فحبيت اني اختار شيء عليه طلب. هذا من سبب من الاسباب. والسبب الثاني التشجيع اللي انت سبتي دراستك تماما ومتجهه في العبايات. انا اخر سنه بالتخرج اتجهت للعبايات، بس كملت طبعا تخرجي. الناس بيتخرجوا بيكونوا متحمسين يشتغلوا بشهادتهم. انا ما فيني افصل دراستي الاكاديميه عن تصميمي. انا كثير كان في من موادي بالجامعه مواد اداره وتسويق، فالتصميم الجميل حتى يوصل لمكانه الصحيح لازم يكون في أسس إدارية، لازم يكون في تسويق صحيح. هذا الشيء أخذته من خبرتي الأكاديمية. يعني دراستي كانت متصلة بمشروعي، كان عندي جرأة أني فوت مشروع العبايات لأني درست السوق دراسة صحيحة، درست الخامات، درست الأسعار، درست التصاميم المطروحة. ففت بتصميم مبتكر بدوافع الإدارية والتسويق، وأنا أكمل الحين دراستي الماجستير في التسويق. فحتى التصميم الجميل محتاج إلى إدارة صحيحة. أنت هاوي التصميم أكثر. تمام. فمع أكثر الموهبة وخبرتي الأكاديمية طلع مشروع ميسون عباية طبعا. طيب أنت لك تكنيك
طبعا في عملك في مجال العبايات، ايش تكنينك تكنيكك او ايش الاتجاه المنحى اللي انت بتمشي عليه في تصميم العبايات؟ احاول دائما اني اخرج عن العبايه التقليديه بروح عصريه تواكب الموضه الموجوده في السوق، يعني العبايه تكون موضه زيها زي الملابس، وبنفس الوقت بالمحافظة على هويتها العربية والخليجية، يعني ما تخرج عن إطار العباية. تصميم العباية شوي في صعوبة لأنه في إطار محدد، لازم ما تخرج عن مبدأها الأساسي اللي هو الحشمة. إحنا شايفين تصاميمك الآن على الشاشة، فحاول أنه تكون أنت حاطة حضارات وثقافات مختلفة، مو بس الثقافة السعودية تماماً. حاطة لمساتك، يمكن بحكم وجودي في جدة، جدة فيها دايفرسيتي، فيها تعدد جنسيات كثير، فحاول أرضي جميع الأذواق الموجودة. طيب خلينا نتكلم بصراحة أستاذة ميسون، أنت يعني داخل سوق المنافسة فيه ما هي سهلة. أكيد. يعني إيش اللي خلاك تدخلي وتغامري؟ وأكيد يعني أنت بتدخلي مجال حتدفعي فيه، مش بس حتاخدي. أكيد. أنت حتدفعي بداية، حيكون في مبالغ عشان تحصلي على خامات وتشتري وتاخدي مواقع وتعملي دعاية لنفسك. تماما. وسط هذه المنافسة الشرسة، إيش اللي خلاك تتأكد أنك أنت حتنجحي وتمشي في هذا الخط؟ حاولت أني فوت بكل تفاصيل التصميم، يعني المصمم الناجح لازم يكون يدور على الخامات. حاولت أني أجيب خامات من مدن عالمية مثل باريس، نيويورك، برشلونة. حاولت أني أحط نوع الخامة جيدة، الخامة الجيدة تبرز التصميم، تبرز جماله. حاولت القصات أني راعي فيها جميع أحجام جسم المرأة، الألوان، أني أدمج الألوان اللي داجة في السوق، مثلا موضة الألوان هذا الموسم، السومو، الألوان الناعمة، التيفاني، السماوي الفاتح. طيب لا، ما في حاجة برضو، أحيانا إحنا نساء عارفين بتنزل موضة عباية، بتنتشر الموضة عند كل الديزاينرز أو المصممين، عباية الملونة كل المصممين بنزلوا عباية ملونة، عبايات فيها حزام أو ربطة أو whatever بينزل عبايات بهذا الشكل. طيب أنت كيف بتتميزي؟ يعني أنت إيش اللي بتعمليه عشان تتميزي عن غيرك، وسط أنه في فعلا الواحد قد ما يعصر دماغه بتلاقي الفكرة موجودة، الستات دائما بيفكروا بالعبايات. أحاول أكون سباقة بإني أنزل الموضة على العبايات. يعني أول ما تنزل موضة لون معينة أو قماش معين، مثلا موضة السنة اللينن، الكتان، درجة بكثرة الجلود، الدانتيلات بأفكار معينة، أحاول أنزلها قبل الديزاينر، وأحاول أجيب الأقمشة من مدن متعددة حتى ما يصير موضوع الكوبي. يعني أنت بتكوني لك الأسبقية في الموضوع. تمام. هنا التميز الأسبقية ونوع الخامة. طيب. ونوع الخامة وشكل التصميم، دائما ما أعيد التصميم، يعني كل عباية أسوي منها أكثر شيء اثنين ثلاثة أكثر شيء. فهذا تميز مو بس بين الديزاينر، حتى بين زبايني نفسهم، يعني زبونة ترجع ما حتاخذ نفس الموديل، حتغير. فأنا أحاول أجدد، يعني ما أعيد الأفكار، ما بتكرري أفكارك. تمام. دائما. طيب بنلاحظ أنا من خلال اللي شايفاه بالفيديو أنه عباياتك ناعمة، ما فيها تكلف، ستراس، كريستالات، احجار، في عبايات ما شاء الله. اوكي، في كل واحد له ذوقه بالنهايه، بس في عبايات مبالغ فيها شويه. انت ما بتحبي هذا الاتجاه؟ انا متخصصه اكثر بالعبايات العمليه والعبايات الكاجوال. طبعا بنزل الكلاسيكي وبنزل الاسود الساده، لانه العبايه السوداء لها سحرها الخاص، يعني ما نستغني عنها اكيد، بس لانه العملي بده يكون الديزاين سمبل ويكون في فكرة بسيطة. يعني حتى أنا تميزت بفكرة الطرح، حاولت أني نزل الطرح مثل اللي أنا حاطتها، أنه لونين، فممكن استخدم اللون الأسود، ممكن استخدم اللون الداخل بالعباية. يعني تصميمي كان مو بس بالعباية، حتى بالطرح نزلت أفكار جديدة، وأنا أول من نزلها بجد فكرة الطرح النصين، يعني مو كلها لون واحد، ممكن تحطها بالأسود. تصميمي أكيد. ممكن تحطيه على الطرف الأسود، ممكن تحطيه على الطرف البيج، لأنه دائما المتحجبات ولاقت استحسان. تماما. عجبت الناس يعني؟ جدا، يعني لقيت إقبال بصراحة، مع أنه فيها فكرة بسيطة، بس دائما بيشتروا عباية ويروحوا بيلبقوا عليها طرحة، ما بدهم يحطوا طرحة سودة، فأنا عالجت هالمشكلة بأنه يحطوا السودة ويحطوا ملون. ما بتجيكي زبونة بتقول لك أنا أبغى عباية يكون شكلها كذا وخاماتها كذا، ولا ما بتسمح للزبونة تتدخل بتصاميم؟ إذا كانت تصاميم بسيطة، يعني تعديلات بسيطة، ممكن إني غير، بس تعديل جذري لا أكيد. بس لأنه أحيانا بنغير على حسب العمر، يعني أحيانا بيكون الديزاين حلو بس اللون فيه شوي يعني
طالع اكثر من الالوان الثانيه. ايش الشريحه اللي بتيجي بتشتري من عندك اكثر شيء؟ تقريبا من 20 ل 45. اكثرهم عاملات؟ ايه، وبالذات المرأة السعودية. يعني قلتي انك بتصممي العبايات العملية. تمام، فالمرأة السعودية بالوقت الحالي دخلت في جميل في جميع مجالات العمل واختلطت بالرجال، فصار متطلب جديد للعبايات هو العبايات العملية، فزاد الطلب عليها. نعم، كل التوفيق لك استاذة ميسون، وان شاء الله بانتظار الكولكشن الجديد من عباياتك. تسلمي يا رب، نصير زبايلك كمان ان شاء الله. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، كيف تميزين بين الحب والإعجاب في علاقاتك؟